بسم الله الرحمن الرحيم، واسعد الله اوقاتكم بكل خير. يشرفني ويسعدني استضافه نادي الامراض الجلديه لي في هذا اليوم. دكتور زياد منصور الشعلان، عضو هيئه التدريس في جامعه الجوف، متخصص بالامراض الجلديه، خريج البورد السعودي للامراض الجلديه. نتكلم هذا اليوم عن الكورتيزونات الموضعيه وما يعرف بالتوبيكال ستيرويدز. استعمالها شائع وتعطى لاكثر من مرض من الامراض الجلديه. عند العامة في تخوف دائما من لا سمعوا كلمة كورتيزون، فما بالك مراهم كورتيزونية أغلب الأمهات تخاف، وكذلك بعض الأطباء ما يعرف الفروقات بين أنواع الكورتيزونات. الكورتيزون ناتج عن أنه خافض للمناعة ومضاد للالتهابات، لكن هل هذين السببين هم الحصريين لكي يستخدم استخدامات كثيرة في الجلدية؟ لماذا نختار الكورتيزون الموضعي بدلا من استخدام الكورتيزون المأخوذ عن طريق الفم؟ ما هي الفوائد منه؟ لمعرفة كل هذه الأسباب لازم نعرف الميكانيزم فاكشن. باختصار، لكي يعمل الكورتيزون يجب أن يحدث اتاتشمنت مع الجلوكوكورتيكويد ريسبتر في السيتوبلازم، ويخرج عنه بعد ذلك ما يسمى بالجلوكوكورتيكويد ريسبتر كومبلكس التي بعد تتحرك إلى النيوكليوس حتى يصير اتاتشمنت مع الدي ان اي، ذلك ينتج عندنا الام ار ان اي مما يسبب الاكشن للستيرويد. الاكشن يحتمل افكت وسايد افكت. جلوكوكورتيكويد ريسبتر موجود في جميع خلايا جسم الإنسان، كذا وحتى نتخلص من السايد افكت او السيستميك سايد افكت بشكل اصح نستخدم التوبيكال ستيرويد. اضافه ليكون الكورتيزون انتي انفلاماتوري اند اميونوسبريسيف، اتس ان انتي بروليتيك انتي بروليفريتيف فازو كونستريكتيف اند كان كوز ابوبتوسيس. الاسناب القادمه راح احط جدولين، واحد الانتي انفلاماتوري اكشن والثاني الانتي بروليفريتيف اكشن ان ديتيل، وراح اربطها في الانديكيشن حقتها. سورايسيس على سبيل المثال يصير فيه هايبر بروفريشن للكيراتينوسايت، يصير فيه انفلاميشن، ويصير فيه فازوديليشن. ميلازما على سبيل المثال يكون فيها نشاط للميلانوسايت، فنستخدم التوبيكال ستيرويد از ان انهيبيتوري تو ذا ميلانوسايت. الالمام بالباثوجينيسيس للامراض يساعدنا بمعرفه كيفيه استخدام التوبيكال ستيرويدز والاكشن حقه. في السناب القادمه راح اضع جدول عن الانديكيشن. أغفلت نقطة مهمة كان المفروض أتكلم عنها في البداية، اللي هي وش الفروقات بين التوبيكال ستيرويد؟ هل هي نفس الشيء ولا في اختلاف في البوتنسي؟ التوبيكال ستيرويد تختلف بالبوتنسي، طبعا تقسم إلى 7 كاتيجوري. ححط في السناب القادمة جدول يبين 7 كاتيجوري وراح أتكلم على أي أساس قسم. قوة التوبيكال ستيرويد يحكمها الفازو كونستريكتيف activity للتوبيكال ستيرويد. It correlates with the clinical effectiveness. لا ننسى العوامل الأخرى اللي هي structure of molecule, concentration of molecule, the vehicle and the side of the skin where the steroid will be applied. أخير راح أتكلم عن side effect of the steroid. طبعا في local side effect وفي systemic side effect. أكثر شيء نخاف منه كأطباء جلدية من local side effect اللي هي الأتروفي، تلنجكتيزيا، الفيشل روزيشيا، واخيرا ستريا، ولكن اقل خطوره في اللوكال سايد افكت مثل هايبوبيجمنتيشن، لاكني فورم ايربشن، سكين بارير ديفكت، وستيرويد ادكشن. هايبوبيجمنتيشن افكت مستغل كثيرا من ضعف النفوس، حيث يضعون التوبيكال ستيرويد مع الخلطات على اساس انه يبيض ويغفلون انه يسبب توسع بالوعيه الدمويه وضمور في الاوكيلر سايد افكت، حيث ان التوبيكال ستيرويد اذا استخدم لفترات طويله على العيون ممكن يسبب جلوكوما وكتراك. طبعا توبيكال ستيرويد اذا وضع بكميات كبيره وعلى اماكن كبيره بالجسم ممكن يتم لها الامتصاص فيعطيني سيستميك سايد افكت. كما تعرفون اهم سيستميك سايد افكت هو السبريشن للهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، من الممكن انه يسبب كوشينج سيندروم ويسبب جروث ريتارديشن. توبيكال ستيرويد is a category C in pregnancy، عشان كذا لازم نتجنب توبيكال ستيرويد أثناء فترة الحمل. في حال اضطرينا نستخدم توبيكال ستيرويد مع pregnant lady نحاول نستخدم intermediate potency، ما نروح للهاي أو السوبر بوت، ونحاول نستخدمه في كميات قليلة وعلى مناطق محدودة وعند الضرورة. High potent and super potent topical steroid associated with fetal growth retardation.